بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة الأولى من كورس نظام إدارة الطاقة، واللي هنتكلم فيه عن خطوة البداية. ببساطة، الإنرجي هي أي مورد من موارد الطاقة، سواء كانت موارد الطاقة دي عبارة عن زيت أو فحم أو جاز، واللي بنسميه conventional energy أو primary energy source. وبعد كده ممكن من خلال محطات توليد الطاقة أحول موارد الطاقة الأولية دي لموارد طاقة سنوية زي الكهرباء على سبيل المثال. وهنا بنسمي الـ secondary energy sources، بنسميها energy carriers في نفس الوقت، لأن هي قادرة أنها تحمل الطاقة من مكان لمكان آخر. على سبيل المثال الـ steam والـ compressed air، دول من الـ energy carrier. مش بس موارد الطاقة ممكن تيجي من حتة conventional زي الفحم والجاز، ولكن احنا ممكن نحصل عليها من موارد renewable زي الشمس والرياح والمطر. بس يظهر عندنا مشكلة كبيرة جدا، ان انا لما بحول الـ source of energy الـ energy service، يعني على سبيل المثال لو انا عايز اعمل عملية تبريد او عملية تسخين، فانا محتاج احرق طاقة او نفترض شوية oil. اثناء عملية الحرق دي عشان احصل على الحرارة اللي انا عايزها، هيحصل عندي كمية من اللوسس، حرارة هتخرج بره النظام بتاعي، مش هقدر ان انا اعمل لها recovery. وفي نفس الوقت برضو في تأثير على البيئة، وهو ان انا الاميشن اللي بتخرج من السيستم بنلاقيها تأثير سلبي على البيئة المحيطة بتاعتنا وعلى التغير المناخي وخلاف. عشان نفهم شوية اكتر كلمة energy، فلازم افهم العلاقة بينها وبين الباور وبين work او القدرة والشغل. في فيديو على اليوتيوب للقناة بتاعتنا IK Energy، انصحكم تتفرجوا عليه عشان انا شارح النقطة دي فيه بالتفصيل، واساس الوحدات هتديكوا تعريف أكبر لكل وحدة والعلاقة بينهم بالتفصيل. ولكن ببساطة كلنا عارفين أن الفورس بالنيوتن هي معدل تسريع كتلة مقدارها 1 كيلو جرام متر على الثانية تربيع. الشغل بالجول هو عبارة عن قوة بالنيوتن مشت لمسافة معينة. الباور هو معدل بذل الشغل، يعني الجول على الثانية، وبنسميه وات. الانرجي هي لو انا عندي بقى اكويبمنت معينه لها قدره معينه بالوات واشتغلت لفتره معينه من الزمن، فهتبقى سحبت انرجي مقدارها وليكن 10 وات ساعه. مثال، لو احنا عايزين نحسب 1 وات اور، احنا قلنا ان الباور اللي هو بيساوي وات اللي هو جول على الثانيه، يبقى 1 جول على الثانيه. التايم هنا عندنا ساعه، فهنقول الساعة بتساوي 60 في 60 عشان نحولها لثانية، وبالتالي لما نشيل الثانية قصاد الثانية هيبقى عندي الواحد وات اور بيساوي 3600 جول. فاكرين الجول ده كان ايه؟ الجول ده كان وحدة الشغل. يبقى انا لما اقول استهلكت 1 وات اور، ده معناه ان انا عملت شغل مقداره 3600 جول. نيجي بقى لحاجة بنسميها الانرجي بيراميد. طب احنا على طول نتجه للانرجي افشنسي، ولا نولد طاقة من مصادر متجددة، ولا نعمل كنترول على الديماند، نبتديها ازاي؟ اول حاجة لازم نقول ان احنا نطبق الانرجي كونسيرفيشن. والانرجي كونسيرفيشن هنا معناها بالعربي هي ترشيد الطاقة. ترشيد الطاقة بنتكلم على مثال بسيط جدا وسهل. لو حضرتك عندك اضاءة في البيت، فانت حاول تطفي الاضواء اللي ملهاش لازمة، حاول ما تشغلش اكويبمنت وانت مش محتاجها. لو انت خرجت من الغرفة بتاعك اطفي التكييف على سبيل المثال. نفس الحكاية في الصناعة، لو انت عندك ترومبة شغالة من غير داعي، اطفي الترومبة دي في الوقت اللي مش محتاج تشغيل فيه. ده معناه conservation او ترشيد الطاقة. النقطة التانية اللي نبتدي بعدها ننفذها هي energy efficiency، وعشان ما نتلخبطش بين الاثنين، هي دي كفاءة الطاقة. كفاءة الطاقة تفرق عن ترشيد الطاقة. وكفاءة الطاقة هنا معناها ان اللمبة اللي حضرتك طفيتها دي انت ممكن تغيرها بلمبة efficient او كفاءتها اعلى من اللمبة التانية. ازاي الكلام ده؟ ببساطة خالص، انت عندك في الغرفة بتاعتك او المكتب بتاعك لمبة قدرتها 100 واط. حضرتك ممكن تجيب لمبة تديك نفس شدة الاضاءة اللي انت محتاجها وتبقى قدرتها 60 واط، وبالتالي انت وفرت ال 40 واط الفرق. يبقى انا الاول اطفي اللمبة لو انا مش محتاجها. طب لو انا محتاجها على طول، يبقى اتجه للإفشنسي وغير اللمبة واجيب لمبة الإفشنسي بتاعتها اعلى. يعني ايه الانرجي ديماند بقى؟ النقطة الثالثة، الانرجي ديماند هو ان انت تعمل كنترول على الديماند بتاعك او الاستهلاك بتاعك. على سبيل المثال، لو انت عندك محطة توليد طاقة في المصنع بتاعك وبدأت تطبق الانرجي كونسرفيشن ولسه عندك شورتج، عملت انرجي افشنسي لقيت برضو عندك
شورتد، هتضطر تعمل ايه وقتها؟ هتضطر تعمل ديماند كنترول، يعني على سبيل المثال تعمل جدول تشغيل، وده اللي بتعمله شركات الكهرباء على سبيل المثال لما بتبقى محطة الكهرباء مش مغطية او مش مكفية المدينة اللي بتخدمها، بيضطر ان هو يعمل سكيدول، يطفي القرية دي او يطفي المنطقة دي لمدة ساعة وبعدين يروح يشغلها ويطفي المنطقة اللي جنبها وهكذا، ده بنسميه التحكم في الديماند بتاعنا. والحاجات الأخيرة إنك تعمل رينيبل إنرجي في الفاسيلتي بتاعتك، إنك مثلا تركب خلايا شمسية أو تعمل تسخين شمسي أو تستخدم طاقة الرياح أو أي مورد من موارد الطاقة بتاعتك. يبقى ده السيكونس اللي أنا بمشي بيه سواء على سكيل مصنع أو سكيل شركة أو سكيل دولة. عشان بس ما نركزش على التكنولوجيا لازم نعرف إن تأثير الأشخاص كبير جدا على عملية استهلاك الطاقة وتحسين الأداء. الجراف اللي قدامنا ده بيبين لنا نتيجة ستادي بتقول إن أنا لو أنا هقدر أوفر potential energy saving حوالي 23% يبقى تقسيمتهم عاملين إزاي؟ 16% ممكن أحصل عليهم نتيجة تدريب ورفع كفاءة المهندسين والأشخاص اللي شغالين في المصنع بتاعي، و3% بس ممكن أجيبهم من تكنولوجي. طبعا الأرقام دي بتختلف، ولكن دي دراسة شملت عدد كبير جدا من case studies أو دراسة الحالة. بنسبة كبيرة جدا موضوع كفاءة الطاقة وترشيد الطاقة بيعتمد على الأفراد أكتر ما بيعتمد على المعدات والتكنولوجيا. يبقى أنا لما أتكلم عن energy management system أنا هنا بديل مع different approach. لو بصينا على الجراف ده هيشرح لنا لو احنا بنتكلم على مصنعين جنب بعض وواحد حس ان هو بيستهلك طاقة اكتر من المصنع اللي جنبه او بنش مارك عالمي او whatever هو الفواتير بتاعته abnormal وليكن ب5%، عمل energy audit او اهتم بالطاقة وابتدى يعمل شوية measures او اجراءات من شأنها تحسين كفاءة الطاقة، وبعدين الطاقة بتاعته استهلاكها نزل عن لحد الليمت الطبيعي وكمان عمل شوية وفورات، مع الوقت هترجع ريما لعادتها القديمة ومحد مش هيهتم وبالتالي هتبتدي ترتفع استهلاكات الطاقة مرة أخرى ونرجع نعيد السايكل من جديد ونهتم وترتفع وتنخفض وهكذا. ولكن الفرق بين الابروتش العادي والابروتش بتاع الانرجي مانجمنت سيستم هو ان انت بتحط خطة زمنية عشان توصل بيها بعد كده للسستينابيليتي او الاستدامة في تحسين كفاءة الطاقة. في البداية كالعادة انت ملاحظ انكريس في الانرجي كونسومشن، في البداية لازم الكل يبقى كوميتد تجاه تطبيق الانرجي مانجمنت سيستم، والكوميتمنت هنا معناه ان كل من التوب مانجمنت لحد اصغر حد في الفاسيلتي او المصنع بتاعنا يبقى عنده الحماسه والالتزام الكامل نحو تطبيق الانرجي مانجمنت سيستم. على مدار 3 سنين او 4 سنين او الخطه الزمنيه اللي انا حاططها هيتحول موضوع كفاءه الطاقه والانرجي مانجمنت سيستم من مجرد اجراءات لخفض استهلاك الطاقه لبيهيفير لكل العاملين في الفاسيلتي بتاعتي او المصنع بتاعي، هيبقى الموضوع من الحاجات بتاعه الداي تو داي اكتيفيتي جوه الفاسيلتي بتاعتي. وده الديفرنت ابروتش اللي احنا بنتكلم عليه، مش بس فلان جه النهارده اهتم بالطاقه ومشي على سبيل المثال خلاص بقيه الفاسيلتي ما تهتمش، لا هو عمليه كوميتمنت والتزام من اول توب مانجمنت لكل العاملين وسيستماتيك ابروتش بزرعه جوه السيستم بتاعي وبيفضل مكمل معايا الى ما لا نهايه. التابل اللي قدامنا ده بيوضح لنا البنود الخاصة بالايزو 50001 لسنة 2018 ونبدأهم مع بعض بالسكوب بتاعت المواصفة والديفينيشن والترمز بتاعتها، بعد كده بنبتدي في الكونتكست في اورجانيزيشن ليدرشيب بلاننج سبورت والاوبريشن والبرفورمانس ايفالويشن والامبروفمنت. لو خدنا التابل في كونتنت اللي كنا بنبص عليه في السلايد اللي فاتت وجينا نبص على البيديكا سايكل بتاع الايزو 50001 هنلاقي بكل بساطة ان انا عندي في البداية حاجة اسمها context of organization، ودي ببتدي حدد فيها internal و external issues بتأثر في السيستم بتاعي وقد تؤدي لتأثير كبير على عملية تحسين كفاءة الطاقة في الفاسيليتي بتاعي او المصنع بتاعي، والنيد والاكسبكتيشن بتاعه الانترستد بارتس، وبعدين بعمل ليدرشيب اللي بتمثل الكوميتمنت بتاع المؤسسه تجاه تطبيق السيستم، وبالتالي ببتدي بعدها اعمل عمليه البلاننج في بلان، وبعد كده ببتدي ادو من خلال السبورت والاوبريشن، وبعمل عمليه التشيكنج من خلال البرفورمانس ايفالويشن،
وبعد كده بعمل الاكتنج او الامبروفمنت، ودي البيديكا سايكل بتاعه الايزو 50000 واحد. هنعرفها طبعا بالتفصيل وهنفهم كل بند بنود المواصفه بيتنفس ازاي والتولز اللي انا ممكن استخدمها تساعدني في تطبيق الخطوه دي. قبل ما نخش في تطبيق او نفهم بنود المواصفه بند بند، عايز دايما من البدايه يكون في بالكم ان في 6 نقط هما بيقودوا دايما لنجاح تطبيق نظام اداره الطاقه جوه اي مؤسسه. اول بند هو الكوميتمنت وتحديد الادوار والمسؤوليات لكل فرد في المؤسسه. تاني نقطه تحديد السيجنيفيكانت انرجي يوزر او المعدات كثيفه الاستهلاك للطاقه. نمره 3 هو الانرجي بيرفورمانس انديكيتور او مؤشرات اداء الطاقه. رابع حاجه ان يكون عندي اوبورتونيتيز ليست، دايما يبقى عندي مجموعه من الميجرز او المشروعات اللي بدورها لو تم تنفيذها هتعمل وفر كبير جدا في استهلاكات الطاقه. واخيرا الريفيو، دايما اعمل ريفيو على السيستم بتاعي. يبقى بنقفل محاضرتنا النهارده بالست نقط الهامين جدا لنجاح تطبيق نظام اداره الطاقه جوه السيستم بتاعنا. اشوفكم في المحاضره الجايه ونبتدي نخش في بنود المواصفه واول خطوه لتطبيق نظام اداره الطاقه.